بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونستغفرك استغفار المذنبين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة. واسمحوا لي معا أن نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الداعية الشيخ عمر سلطان العياصر. مرحبا بكم شيخنا، واهلا وسهلا. حياك وبياك وبارك الله فيك وبالأحبة المشاهدين. اهلا وسهلا بك شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا أكرمك الله، ما زلنا في منزلة اليقين كما كنا في كل حلقة. اليقين هي صفة من أعلى صفات الإيمان، نعم، ومقام من أرقى مقامات الصدق والصلاح والفلاح، نعم، وهي منزلة من أعلى منازل السائرين إلى رب العالمين، نعم. وكما قلت في سابق كلامك أنها صفة خاصة يمنحها الله عز وجل لخاصة عباده، نعم، من الأولياء ومن الأنبياء والأولياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولعل أشرف الخلق بعد الأنبياء كما ذكر ابن مسعود في الأثر الذي أن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، نعم، فاختارهم لصحبة نبيه. ولعل أفضلهم بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله. ولعلك تريد أن تدخل إلى شيء من نماذج اليقين في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. زاد الله فضلك، حفظكم الله. أكرمك الله. أحمد الله على جلائل نعمائه ودقائق آلائه، وأصلي وأسلم على سيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك. أحمد الله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، شهد الوجود بأن ربي واحد، واستنطقته وأيدته شواهد، يا واحدا في ذاته وصفاته، أنت الكبير المستعان الواحد. ونصلي على خليله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، ومن سار على نهجه ومشى على طريقه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، وأما قبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. الصحابة اسم ما أبهاه لمسمى ما أغلاه وما أعلاه، فهم أعلام الهدى والدين ومصابيح أهل اليقين، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم خير جيل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، نعم، شهد لهم الله في كتابه، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أكبر مخذول في هذه الدنيا هو الذي يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مخذول هائم شقي طريد بعيد مبعد، من سبهم فهذا من نطاته، لا يعرف القطاة من لطاته، وحقدهم يفور من قدر الأسى، عثيثة تقرم جلدا أملسا. نقول للروافض الذين يتقربون إلى الشيطان، ولا أقول إلى الرحمن، بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: خسئتم آناء الليل وأطراف النهار. أي والله، خسئتم آناء الليل وأطراف النهار. فهم أكذب الناس في النقليات، أجهل الناس في العقليات. فإن التشيع بذرة نصرانية غرست بأيدي يهودية في أرض مجوسية. نقف عند منارة من منارات اليقين، من رجل تخرج من مدرسة اليقين، من مدرسة سيد المرسلين عمير بن الحمام، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا هنا، نعم، منارة من منارات الدين واليقين. في غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلهب مشاعرهم، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الجنة عروس ومهرها النفوس. عمير ابن الحمام، الجنة عروس ومهرها النفوس، نعم. فقال عمير: بخن، هذه كلمة يشجع فيها النفس نفسه، نعم، بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول هذا؟ فقال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. الله، ما ألذها على سمعه، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوقعها على قلبه، إنك من أهلها. فأخرج من قرنه، من كيسه، تميرات، ثم بدأ يأكل يتقوى على القتال، يقيم صلبه، نعم. ثم قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التميرات، حياة طويلة لا
لابد من الحياة الفاخرة الآخرة، لابد من حياة الخلود. فألقى التمرات ثم انطلق إلى المعركة فقاتل حتى قتل. تستشعر أنه قد كشف له. ما الذي دفعه إلى هذا؟ اليقين. إنه اليقين، اليقين بكلام رسول الله أنه من أهلها، واليقين بموعود الله القادم في الآخرة الفاخرة. هنا الشيء. ولذلك كان الفارق بين الإنسان والبهائم، الفارق، وتخيل كيف تحول عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لعلك لاحظت الجنة من عالم الغيب أصبح يراك أنه من عالم الشهادة. الفارق بين الإنسان والبهائم، بين الجاهل والعالم، بين الذاكر والغافل، هو اليقين. ولهذا أكرمك الله والسامعين، الدابة تمر بجانب دابة أخرى تذبح، نعم، ولكن هذه الدابة تعتلف وتأكل وتشرب. المصير واحد، ما الذي أغفلها؟ لا يوجد عندها عقل يفكر. ما الذي أغفلها؟ هذا المعنى. ولذلك وصف الله عز وجل الكفار بهذا المعنى عن الآخرة، فقال بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. الله. وصفهم بالعمى، وهو عمى البصيرة وعمى القلوب. ومما يذكر عن الحسن البصري، وهذه فيها موعظة بليغة، فقال يا ابن آدم أنت مسكين، والله يا ابن آدم أنت مسكين، السكين تشحذ والنار تسجر والكبش يعتلف. يا الله، يعني تفسير هذا الكلام. نعم. السكين تشحذ تمضى من أجل ذبح هذا الكبش، وهو ينظر إليها، والنار تشعل لطبخه، قال والكبش يعتلف، يرعى ولا كأنه هو المسؤول أو هو المعني. يقصد ماذا يقول مسكين ابن آدم؟ يقول أعد الله له النار والموت ينتظره، وهو يلهو في الحياة الدنيا، وهو يلهو، وكأنه غير مقصود بالكلام، يلهو في الحياة الدنيا. لذلك يعني مما يذكر عن الشيخ ابن القيم رحمه الله، نعم، هذا معنى يبينه، يقول عند قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، تكلمنا عنها فيما مضى، لكن هنا معنى أفاده ابن القيم رحمه الله. تدبر إلى هذا المعنى الشفيف اللطيف، نعم، من ابن القيم. ماذا يقول؟ يقول ولقلة يقينهم، ولقلة يقينهم عدم صبرهم. الله، لاحظ المعنى، واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لماذا لا يوقنون؟ لقلة صبرهم. يقول لقلة يقينهم عدم صبرهم، فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف غيره. لاحظ المعنى، خف واستخف غيره، واستخف غيره يعني أصبح شيئا خفيفا، قال تلهو به الرياح، يقصد الشهوات، الرياح الأهواء والشهوات والشبهات، لأنه خفيف، فإن الرياح تحرك الشيء الخفيف، قال تحركه وتزعزعه رياح الأهواء والشهوات، أما صاحب اليقين فهو قوي ثابت. وهذا الذي أفاده النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقارن في صورة الثبات عند عمير، كيف نعم نعم هذه الكلمات ثبتته، وألقى التميرات وانطلق وألقى ثم انطلق، إذن هو لا يتضعضع ولا يتزعزع، لابد أن هناك شيئا قد وقر في قلبه، وقر في قلبه فانطلق اليقين. أحسنت. لذلك هذا المعنى الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم، والله أنه مثل فيه عبرة لمن اعتبر، نعم، ولا يفهم هذا المثل إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهد، نعم. قال إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا. ثم لاحظ هذا المعنى، قال وأنا أبعدكم عن هذه النار، وآخذ بحجزكم، هذا مكان الحزام يسمى بالحجزة، نعم، لأنه يحجزك، وآخذ بحجزكم وتتفلتون مني إلى النار وتتهافتون فيها تهافت الفراش. يا الله، طيش. ولاحظ كيف جاء، لماذا جاء التشبيه بالفراش؟ العرب تضرب المثل بالخفة والطيش بالفراش، بالفراش، تقول العرب أحمق من فراشة، أو تقول أطيش من فراشة، لأن الفراش فيه صفة أنه ينجذب نحو النور ونحو الضياء ونحو النار، فيقع لخفته وسرعته
ولقلة مصلحته ينطلق في النار فيحترق ظنا منه أنه يذهب إلى النور. بعضهم يقول والكافر أحمق من هذا، لماذا؟ قال لأن هذا لا عقل له ولا تكليف الفرش. صحيح. ولأنه ينتهي بموته، ولكن هذا يبقى يعذب في النار لا يموت فيها ولا يحيا. الله، تدبر هذا المعنى. لذلك لعلك فهمت من الحديث الآية الكريمة كالفراش المبثوث، وصفهم الله عز وجل الله عند خروجهم من دهشتهم ورقدتهم في قبورهم تحت التراب وتحت الجنادل، كيف يخرجون كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث مدهوش مدووش لا يدري ماذا يرى، كما قال الله عز وجل وصفهم بالسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. على هذا المعنى كالفراش المبثوث. كثير في كلام ابن القيم دائما يركز على هذه القضية، يقول ولذا يقال لمن أطاع من يغويه استخفه، كما قال الله عز وجل عن فرعون استخف قومه فأطاعوه. إيش استخف؟ يعني وجد عقولهم خفيفة، فهي والله أخف من الذباب. يا الله، لما تقول العقول خفيفة لا يوجد يقين فتنساق. فقال يسمى لمن أطاع من يغويه، قال استخفه. لذلك لما وقر اليقين في قلوب السحرة قال اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض، لأن اليقين وقر واستقر في قلوبهم وابتلأت عقولهم. نعم، لذلك يقول الخفة. نعم، يقول بعض السلف، وهذا كلام جميل جدا، وهذه كلمة والله معبرة. نعم، يقول حرام، يعني حرام بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع، حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه السكون لغير الله. الله، تدبر المعنى. حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين، ليس اليقين، الله، أن يشم رائحة اليقين وفيه السكون لغير الله. وحرام على قلب أن يسكنه النور وأن يدخله النور وفيه شيء يكرهه الله. الله، يعني كيف يدخل النور إلى قلبك وفي قلبك الملذات والشهوات والنظر إلى النساء والتعلق بالدنيا وما امتلأت به القلوب من ركام المعاصي والذنوب؟ سبحان الله، في هذه الكلمة للحسن البصري كلمة توافقها، قال لا يستحق العبد اليقين حتى يكون الله عز وجل مراده. نعم، ومراده ويؤثره على كل ما سواه، على كل شيء. قال حرام أن يدخل النور إلى قلب وفيه شيء يكرهه الله. الله، وفيه شيء يكرهه الله، يكرهه الله. لاحظ أبو دجانة، نتكلم عن أسود من مدرسة النبوة. نعم، وهذه أسود تسود، لأن الأسود تسود والمثالب للثعالب، والكسول مخذول. لاحظ، هذا جندي من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة سماك بن خرشة بكسر السين اسمه، سماك بن خرشة، الملقب بصاحب العصابة الحمراء. نعم، في غزوة أحد سل النبي صلى الله عليه وسلم سيفا مصلة لامعا براقا، وقال من يأخذ هذا بحقه، فتنافس الصحابة على ذلك والنبي يعيد من يأخذ هذا بحقه، فقال أبو دجانة أنا أخذه بحقه يا رسول الله. قال له أتدري ما حقه؟ قال حقه أن تضرب به على هام المشركين حتى ينحني. الله أكبر، هذا زكاة السيف، وهذا حقه. قال أنا لها، فأخذ السيف وهزه هزة. نعم، هزه هزة، لأنه يريد أن يقتل أناس عبدوا اللات والعزة. هزه هزة، وأخرج العصابة الحمراء وربطها على رأسه، وأصبح يمشي يتبختر بين الصفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. شيخنا بعد إذنك اسمح لي نطلع فاصل، بعد إذنك 5 دقائق مشاهدي الكرام، فاصل دقيقتان أو 3 نرجع إليكم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. We'll be right back.
العالم بيمشي بسرعة بس النت أسرع، وهلأ لأسرع صار عندك من زين 4G، وهيك بتاخد راحتك بالتحميل والألعاب ومشاهدة الأفلام أسرع بدون تعقيد وكوابل وأسلاك وخط أرضي. بأي مكان، مش بس بالبيت، وبالسيارة وبالرحلة وبالمكتب كمان. متوفر براوتر للمنزل أو للمكتب، وماي فاي أو الراوتر المتنقل، والكار فاي للسيارة، والوينجل والدونجل، والأسعار مناسبة، وبتقدر تختار طريقة الدفع اللي بتريحك. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد. شيخنا نرجع من حيث انتهينا من عند إلى أبي دجانة. نعم شيخنا تفضل. أخذ السيف وهز وهز ثم مشى يتبختر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لذلك العلماء، هناك مسألة أجيزت أشياء محرمات في حالة الحرب، منها الكبر، قرع الطبول، وقالوا قرع الطبل لأنه محرم في السلم، قالوا أجازوه في الحرب، ومنه خضب اللحية بالسواد، يا سلام، ومنه لبس الحرير كما هذا موجود في كتب الفقهاء. نعم. المهم إنها لمشة يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ثم أخذ السيف وهز وهز ثم قال أبيات من الشعر: قال أنا الذي عهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أكون آخر الأفول، أضرب بسيف الله والرسول. الله. يقول بعض الصحابة: تتبعته وإذا به خضد شوكة المارقين وضرب على هام المشركين حتى انحنى، فقد وفى ووفى واشتفى وكفى واكتفى بما عهد المصطفى. الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر. الأمثلة كثيرة، ولكن هذه إشراقات وإضاءات، مواقف عن أسود من مدرسة النبوة مع الرعيل الأول. أنس بن النضر يقول وقد شعر باللذة في الدنيا، يقول: إني أجد ريح الجنة دون أحد. تحول عالم الغيب إلى عالم الشهادة، حتى أنه أدرك اللذة مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، المشتاق إلى دار الأشواق. حرام بن ملحان يطعن فيقول: فزت ورب الكعبة. الظاهر أنه خسر روحه، خسر جسده. ما الفوز؟ الفوز هي الرحلة إلى دار الخلود. الفوز الحقيقي أن تسافر إلى الآخرة الفاخرة، في النعيم المقيم، في جنات يحبرون، في نعيم الجنات المقيم، لمن على أوامر الله يستقيم، ظلها ممدود لمن لا يتعدى الحدود. الجنة عروس ومهرها النفوس. قال بعضهم يعلق على هذا الحدث، قال: وكأنه رأى الجنة على طرف السيف الذي قتل به. لذلك قال: فزت ورب الكعبة. يا نفس أن الرمح خرج من ظهره، من صدره. نعم. وكأنه رأى الجنة. وتخيل هذا المعنى: فزت ورب الكعبة. على مقاييس الدنيا قد خسر، وعند التحقيق قد ربح ونجا بالآخرة الفاخرة. رآها ببصيرته. يا نفس لا تجزعي، يا نفس لا تجزعي، إن الفؤاد قد امتطى ظهر اليقين وفي معارجه ارتقى. الله. ووطئت أوهامي فما أسكنتها عقلي، وجاوزت الفضاء محلقا. هذا غرس من غرس ودرس من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة من ثمار محمد، فما بالك بمحمد. إذا هذا التلميذ، فما بالك بالمعلم، سيد المرسلين. هذا غرس من مدرسة النبوة الفذة، الذي غرس ورسخ اليقين في نفوسهم، فجرى اليقين في نفوسهم كما يجري النفس في الأعماق، وكما تجري النفس في الأجساد، وكما يجري الدم في العروق. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم له كلمة جميلة يتكلم عن هذه اللذة، يقول: لذة الآخرة أعظم وأدوم. لذة الآخرة أعظم وأدوم
طيب الدنيا ماذا تكون؟ أقل وزائلة أو تزول. قال ولذة الدنيا يقول أحقر وأقصر. لذة الآخرة أعظم وأدوم. أعظم وأدوم. ولذة الدنيا أحقر وأقصر. وأقصر أو أصغر وأقصر. يا الله. إلى هذا المعنى. قال وكذلك الألم في الدنيا وفي الآخرة. فمن ازداد باليقين وازداد بالإيمان والدين آثر الأعلى على الأدنى من جانب اللذة. الله. لعلك أدركت هذا المعنى. الله. أدركت هذا المعنى الجميل الذي قاله ابن القيم رحمه الله. خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. تدري كما قال بعضهم لماذا قتل لماذا مات خالد على فراشه؟ لماذا؟ لأن هذه المعارك. لأنه سيف من سيوف الله. ولا يكسر هذا السيف إلا الله. الله أكبر. الله. لو قتله رجل من المشركين لقالوا كسر سيف الله. خالد الذي طرز جسده بالطعنات. خالد الذي خاض معامع الحروب. الدم الزاكي جرى في عرقهم. فاض مسكا وتندى عنبرا. فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا. الله. أمة الصحراء يا شعب يا شعب الخلود. من سواكم حل أغلال الورى. لاحظ سيف من سيوف الله فمات على فراش. هذه القصة يشكك بها بعض الشيعة وبعض العقلانيين لأن القلوب إذا خلت من الإيمان كالأفواه والنفوس إذا مرضت أصبحت الحلاوة مرة في فم المريض مرة لها جانب من المرارة. وكذلك القلوب في قلوبهم مرض وفي عقولهم غرض. الله. خالد ابن الوليد لما نزل في الحيرة وقالوا له احذر السم. أنا أريد أن أفصل في هذا المقام. احذر السم لا تسقك الأعاجم. نعم. قد يوضع لك في الطعام في الشراب وأنت قائد من قادة المسلمين. فماذا قال؟ فقال علي بالسم فجيء بالسم. فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ثم شرب ولم يضره. من هنا جاء التشكيك. هنا جاء التشكيك أنه كيف يشرب السم. ولذلك هذه القصة ذكرها غير واحد من العلماء وذكرت في كتب الحديث. ذكرها أحمد بن حنبل في معرفة فضائل الصحابة. ذكرها الطبراني. ذكرها أبو نعيم الأصفهاني. نعم. ذكرها اللالكائي في كرامات الأولياء. ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. ذكرها ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب النبوات وفي منهاج السنة النبوية. نعم. وهذه من كرامات الأولياء من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتوجيه الصحيح لهذه القصة كما قالوا هذه كرامة لخالد بن الوليد. قال الذهبي وذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام أظن أو في السير أسنادها ثابت لكن لا يعرف من لا يعرف الإسلام. وعلق عليها فقال هذه والله الكرامة هذه والله الشجاعة هذه كرامة خاصة بخالد بن الوليد. والكرامة هي ثابتة في الدين إلى يوم القيامة لمن كان من أهل الاستقامة. نعم. وهذه يعني من كرامة خاصة لخالد الوليد. ابن حجر لأنه بعضهم يورد هذا الإشكال يقول هذا كيف يدخل في باب الانتحار كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تحسى سما فقتله. هل قصد أن يقتل نفسه؟ ابن حجر يوجه رحمه الله يقول هذه كرامة لخالد ولا يؤتسى فيها بذلك لا يتأسى به في ذلك. سلام. هذا المعنى. وقال وكأن عند خالد عهدا عهد به إليه وكأنه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيء من النبي أنك إذا شربت شيئا أو لن تقتل. والصحيح أنه ابن تيمية رحمه الله عميق في هذا المعنى لما تكلم عن أظن في كتاب النبوات قال ومنها عن الكرامات قال ومنها شرب خالد للسم. قال لأنه قاله في مجال التحدي في نصرة الإسلام. لو رجعنا إلى أصل القصة أن ملك الروم أو ملك بعث إليه بسم وتقولون أنكم تتوكلون على الله وأنكم تثقون بالله وإن كنت صاحب إيمان عميق فاشرب السم. فشربه ثقة بالله وشربه توكلا على الله. فلذلك أجيز من هذه الناحية من باب إيش
من باب نصرة الدين ومن باب قوة اليقين، وكما قلت لا يتأسى بها ولا يتأسى به في ذلك، فقالوا هذا على خلاف القاعدة. وتفهم هذه القصة، القصة بسياقها وسباقها ولحاقها، وأوردها العلماء بكتبهم، أظن حتى في مصنف ابن أبي شيبة وفي كرامات الأولياء للألكاء مذكورة. وهذا شيء يعني ليس بغريب على رجل استقر اليقين في قلبه، وهذا يشابهه شيء وتنبأ إلى هذا المعنى. لأن بعض الشيعة أنا سمعت مقطع يتهزى بعضهم ويستهزئ على هذا المقطع ويقول أن من يشرب السم ولا يموت، فوقع في نفسي هذا المعنى. أقول عند الشيعة الأرنب من الحشرات، أيهما أقرب إلى العقل، أن يشرب خالد السم أم الأرنب من الحشرات؟ لا والله شرب السم أقرب. أيها السادة الأحبة، إن الشيعة في معتقدهم أن الأرنب من الحشرات، فلذلك أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. أيهما أقرب إلى الذهن، أن يشرب خالد السم أم الأرنب من الحشرات؟ شرب السم أقرب. وهذا له توجيه وجهه العلماء، نعم، ولكن في قلوبهم مرض، وإذا مرضت القلوب اختلطت عليها الأذواق، اختلط عليها كل شيء سبحان الله. لذلك هذا له يشابهه شيء، نعم، من حديث أبي سعيد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أو يشتكي بطن أخيه، أصيب بمرض في بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، نعم، قال له اسقه عسلا عسلا، فسقاه عسلا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، قال اسقه عسلا، ثم جاء في المرة الثالثة وكأنه بقي يجرب، سقي عسلا بيقين، فقال له اسقه عسلا، قال يا رسول الله فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. لماذا برئ في المرة الرابعة؟ ذهب سقاه بيقين المرء، لأنه سقاه بيقين. الله أكبر. يقصد صدق الله عن العسل فيه شفاء للناس. الله أكبر. وكذب بطن أخيك لأنك تجرب. لذلك قال العلماء وصف النبي دوائين ناجعين ناجحين له حتى أثر العسل فيه. قال الدوائين، الدواء الأول دواء الروحي وهو اليقين. الله. والدواء الثاني دواء مادي وهو العسل، فيه شفاء للناس. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله وغفر الله له وأجزل له المثوبة، فهو من سادات علماء هذه الأمة عليها رحمة الله، يقول النووي، وهذه كلمة جميلة، يقول ولا ينكر على ذلك، ولا ينكر على كثير من المرضى ممن لم ينتفع بطب النبوة. الله، أريد أن أتكلم عن الرقية كنت. نعم. لا ينكر على كثير من المرضى إذا لم ينتفع بطب النبوة. لماذا؟ يقصد هنا يريد أن يبين. كنت تجرب كل مرتين الأوليين. يقول إنما ينتفع، شوف الماء أجمل هذا المعنى. يقول إنما ينتفع من تلقى هذا بالقبول وكمال التلقي والإذعان والإيمان. سلام. يعني بعض الناس يقرأ في الطب النبوي يجرب، أما من أخذه بيقين انتفع. قال ولأنه أخذه بدون الاعتقاد، اعتقاد الشفاء به، مع كمال الإيمان وكمال الإذعان، وضرب لذلك مثلا جميلا، قال هذا القرآن فيه شفاء للصدور ولا يزيد الظالمين إذا كنت مستعدا للتلقي. الله. ومع ذلك هذا القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يقل دواء، شفاء انتهى، لأن الدواء قد يشفي ولا يشفي، قد يشفي وقد لا يشفي، فأعطاك النتيجة. ننزل من القرآن ما هو شفاء، وشفاء للأبدان وشفاء للأديان ورحمة. طيب ما الفرق بين الشفاء؟ شفاء لأمراض واقعة ورحمة لأمراض متوقعة. الله. طيب هذا لمن كان عنده إيمان وإذعان وخضوع وإنقياد بدون تجربة. وألقى السمع. ماذا قال؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب هذا القرآن يزيد الظالمين إلا خسارة؟ لماذا؟ أخذه بعدم القبول.
وعدم الاعتقاد يضربون آياته فلم ينتفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر لهذا المعنى. خزيمة ابن ثابت الأنصاري، نعم، نقف هني عند هذه الشخصية الراقية، فعلا والله هذه شخصية راقية. خزيمة ابن ثابت الأنصاري الملقب بذي الشهادتين. جميل. طبعا ما قصته؟ اسمع قصة هذا الصحابي الجليل النبيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا، اشترى النبي فرسا من أعرابي يسمى هذا الفرس بالمرتجز، تعرف يعني من دقة أصحاب السيرة يعني ذكروا كل شيء عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الخدم، أسماء الموالي، أسماء من حرسه، أسماء الأثواب، أسماء الخيل، سبحان الله، حتى أسماء الدواب. هذا ما يقول المستشرق سيرته كالشمس، محمد إن الرجل الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس عليه الصلاة والسلام، لا يغيب عنه غائبة. وإذا أحببت الشيء أحببت لوازمه، الله، ومتعلقاته، صحيح، وكل المتعلقات. لذلك يقول الشاعر: أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيبه، الله، ملأ الضلوع وفاض من أحنائها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب. فلاحظ الاعتناء بكل شيء، حتى قالوا اسم هذا الفرس المرتجز. لماذا سمي؟ قال: لحسن صهيله، كأنه يرجز رجزا. يرجز رجزا، جميل. الرجز هو بحر من بحور الشعر، ويكون فيه نغمة متوازية، فسمي بالمرتجز لحسن صهيله. هذا الأعرابي لفظاظته وغلظته، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا، يعني من دخل البادية بدت فيه الجفوة والقسوة، نعم، فجحده. فقال: ومن يشهد لك يا محمد؟ فقال خزيمة بن ثابت الأنصاري، لم يحضر القصة: أنا أشهد. فقال: أنا أشهد يا رسول الله، أشهد أن الرجل قد باعك، ولكنه جحد. فتوجه النبي إلى خزيمة وقال: كيف شهدت ولم تكن حاضرا؟ قال: يا رسول الله، جئتنا بخبر السماء صدقناك، جئتنا بخبر السماء وصدقناك، وما علمت عليك إلا أن تقول وجئتنا بخبر السماء فصدقناك، وعلمت عليك ألا تقول للناس إلا حقا. أفلا أصدقك بخبر هذا الفرس؟ أصدقك بخبر السماء، أصدقك بالوحي، أصدقك بالقرآن، ولا أصدقك بخبر هذا الفرس؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا توجه؟ توجه بتاج بهي زهي. فقال: من شهد له خزيمة فشهادته بشهادة رجلين. الله. الشهادة تحتاج ما؟ رجلين. تحتاج إلى رجلين. لكن الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الملقب بذي الشهادتين. هذه انتفع بها ونفع بها الأمة في قصة جمع القرآن، وفي عهد أبي بكر الصديق يوم أوكل لزيد بن ثابت في جمع القرآن، فوضعوا شروطا للجمع، منها أن لا يقبل أي آية إلا بشاهدي عدل. الله. فبقيت آخر التوبة، آخر التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه يصل عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا في آخر التوبة. قالوا: وما وجدت إلا عند خزيمة. طيب والشروط؟ ما هي الشروط؟ أن يكون رجلان بشاهدي عدل. فلما جاء خزيمة بهذه الآية قال زيد: اكتبوه، إن رسول الله قد جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، حتى يحقق له مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدير الله يا الله. انظر كما قلت، هذه الشخصية الراقية النقية السامية، الله، سعد بن أبي وقاص. سبحان الله، أكيد يوجد معنا وقف. أنا إن شاء الله، إن شاء الله فيه. سعد بن أبي وقاص تلميذ من مدرسة النبوة، من أجواد العرب، لم يكن جبانا ولا بخيلا، الدراهم في يده عابرات سبيل، لا تستقر الدراهم في جيبه، يعني اسمع إلى جوده وكرمه، إذا طلبه الرجل ولم يكن عنده
استدهن. لا، ماذا فعل؟ لا. قال اكتب علي سجلا الى ايام يسري. يتحول الطلب الى دين. سبحان الله. اكتب علي سجلا الى يوم يسري. الى يوم يسري، يعني يتحول الطلب الى دين، فاذا ايسر جاءه بالمال. لاموه على كثرة عطائه، فماذا قال؟ كلمات نبعت منها، نبعت من ينابيع اليقين، تفجرت من اليقين. يقول وما أجملها من كلمات: إن الله عودني أن يتفضل علي، وعودته أن أتفضل على عبادي، فخفت إن قطعت أن يقطع. هذا يقين عجيب. لا كبعض البخلاء الذي صندوق صديقه ورغيفه حليفه ودرهمه أليفه، يقول عض على قلبي ولا تعض على رغيفي. بخيل. صح. كما قال الشاعر: إذا كسر الرغيف بكى عليه بكى الخنساء إذ فجعت بصخري، ودون رغيفه قلع الثنايا وضرب مثل وقعة يوم بدر. قيل له بخيل من الشجاع؟ قال: الذي يسمع وقع أضراسهم على طعامه ولا تنشق له مرارة. هذا هو الشجاع. هذا هو الشجاع. فلذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب عبد أبدا. لأن البخيل لا يصدق بموعود الله، والبخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب عند الله محاسبة الأغنياء. الله أكبر. يعيش في ضيقين. يعيش في ضيقين. ونتكلم بإذن الله في منزلة الجود والكرم، صحيح، إلى رب العالمين في بمزيد كلام. الشاهد يقول: إن الله عودني أن يتفضل علي، وعودته أن أتفضل على العباد، أخاف إن قطعت أن يقطع عني. الله. يقين ودين. أنس ابن مالك، أنا كما وعدت إضاءات وإشراقات، أكيد. نعم نعم. والكلام كما قالوا كثير النقول طويل الذيول، اصلا كل سيره واحد منهم هي يقين، هي سيره في يقين. اي والله. انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من اجمل الاوسمه التي تتوج بها انس ابن مالك خدمه نبينا، خدمه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له بكثره الولد والبركه رضي الله عنه وارضاه، وقد عمر في الحديث قال: يا رسول الله، اسالك ان تشفع لي يوم القيامه. أتدبر دائما لماذا جاءت الفضيلة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يوم الجمعة. نعم. لماذا تنال الشفاعة؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي والده وولده والناس. لماذا؟ دائما أتدبر لماذا النبي هو الرجل أو الرقم واحد في سلم المحبة في حياتك. لماذا؟ تدبرت وتأملت في هذا فوقعت على شيء. نعم. يعني أظنه صحيح، أظن هذا الكلام صحيح، لأن أباك ولأن أمك ولأن صاحبتك ولأن ابنك يتخلى عليك في موضع، يتخلى عنك في موضع الحشر الأعظم. الله. كلهم يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. حتى الأنبياء يقولون: سلم سلم نفسي نفسي، وإنه لموقف عسير، ورسل الإله تستجير، يا رب سلم، إنه لمأزق من شدة الهول يشيب المفرق. من الذي يقول أمتي أمتي؟ رسول الله صلى الله عليه، لذا وسلم استحق أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام. اسمح لي شيخ، بدي أقطعك. نعم. يعني لا يقطع هذا الكلام، لكن نعم. تأخرنا على الشيخ مهند حمد من الطفيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساك يا شيخ، كيف أمورك؟ حي الله. أهلا أستاذ مهند. السلام عليكم على ضيفك ربي. الله يحييك وياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمورك سيدي؟ حي الله بأهل الطفيلة. يا هلا. مبارك سيدي. مشتاق مشتاق، نتمنى رؤيتك. حفظك الله. عندك مع الشيخ والله. تفضل، معك الشيخ، تفضل. يا حياك وبياك في نعمة نسأل الله شكرها. الحمد لله. الحمد لله. عنك والله. في خير الحمد لله ونعمة عين. الحمد لله على يدك. الله يكرمك. والله أنا بالنسبة لي بقدم على وظائف، بقدم إشي، بقدمك والله بسكر فوجي. نعم. إيش؟ الدنيا مسكرة. أكثر من الاستغفار.
الاستغفار، الاستغفار صابون القلوب، والذي يمنع الرزق هو الذنب، فإذا ذهب الذنب جاء الرزق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والذي يزيل الذنب، معك مهند، والذي يزيل الذنب الاستغفار. فإذا أكثرت من الاستغفار ذهبت الذنوب فجاءت الأرزاق. معك مهند، معك، تسمع الشيخ؟ نعم. تحت الهواء الشباب يعطوك إياه الآن، خليك معنا على التليفون، بارك الله فيك، الآن الشباب يعطوك التليفون، توكل على الله. نعم شيخنا، بدي يعني يحكي معك تحت الهواء إن شاء الله. أنس بن مالك، نعم، قال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي، فقال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أنا أتدبر كيف نام أنس في هذه الليلة. نعم. يقول أنا فاعل إن شاء الله. الله. يقين. فماذا أنس؟ أصابه هم. قال أين أجدك، أين أطلبك يا رسول الله في يوم القيامة؟ يا الله. قال اطلبني عند الصراط. قال إن لم ألقك. قال اطلبني عند الميزان. قال إن لم ألقك، قال اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة. أنا تدبرت شيء، الأمواج المتلاطمة من البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة، من كثرة هذه الزحام، من كثرة هذا الزحام أراد أن يصل بشوقه إلى سيد الأنام. تخيل هذه الصورة البشرية تجتمع جمعاء، وأنس يبحث بين هذا الزحام عن حبيبه عليه الصلاة والسلام. بل اسمع إلى الحديث الغريب العجيب، هذا الحديث فيه بشرى لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتدبر هذا الحديث ما أعظمه، وهذا والله يبعث الأمل في النفوس. تدبر هذا الحديث، والحديث حسنه الألباني رحمه الله صلى الله عليه في السلسلة الصحيحة بعدما ضعفه في الضعيفة، وهذا الحديث من الأحاديث الذي تراجع عنها. بعد قبل ما ناخذ الحديث حتى نقطعك في الحديث، نعم. علي العبادي من البلقاء، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أستاذ علي. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أكرمك الله، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الشيخ عمر عياصر بخير، والله يجزيك خير ويجزيك بالخير على البرنامج. أجمعين، أي شيخ معك تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ عمر. حياك وبياك، جعل الجنة مثواك. الله يبارك فيك. في الحلقة اللي الأسبوع الفات، نعم، كنت أتحدث عن عطاء سيدنا موسى عليه السلام. نعم نعم. ترى كأنها تهتز كأنها جان، فإذا هي تهتز كأنها جان. نعم. ثم حية تسعى. نعم. ثعبان مبين. ثعبان مبين. نعم. لكن المداخلة اللي كانت قبل منك إنه لما السحرة اجتمعوا، بدي أعرف بس تعيد لي الجملة، لماذا إنهم بدأوا هم إنه طلب من سيدنا موسى عليه السلام إنه يلقي العصا هو؟ نعم نعم. يعني يسأل عن السؤال طرحنا يعني هاي دخلت بال، يعني لماذا بدأوا هم بإلقاء عصيهم قبل سيدنا موسى؟ لماذا ألهمهم أن يخير؟ نعم. قبل سيدنا موسى. نعم نعم. أبشر أبشر أبشر. نعم أبشر. شيخنا تجيب. قال العلماء خير الله السحرة أو ألهمهم هذا التخير. نعم. لأن موسى لو ألقى العصا لهرب الناس. جميل. والدليل أن موسى لما ألقاها في أول مرة ولا هاربا ولا معقب، إذا هو نفسه، فلو ألقى وتحولت إلى الأفعى لهرب الناس جميعا في يوم الزينة حتى السحرة، وما حصلت المعجزة، فألهمهم التخيير، ثم قال لهم بل ألقوا، فلما ألقوا الباطل جاء الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زهق. يعني الله عز وجل ألهمهم أن يعني يخيروا موسى. نعم. بأن يلقي أو يلقوهم. نعم، لأنهم ألقوا الباطل فجاء الحق. جاء الحق. نعم نعم شيخنا، نرجع إلى حديث عظيم، حديث الذي صححه الألباني وتراجع عنه، حسنه بعدما ذكره في الضعيفة لكن حسنه في الصحيحة، وهو حديث عظيم يبعث الأمل في النفوس ويمحو الآلام عن النفوس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم، يسأل الصحابة، نعم، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أي الخلق أعجب إيمانا؟
وننتبه إلى الحديث. أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ سلام. يعني إيش يكون الإيمان؟ مكتمل ويعني في مساعدات الإيمان هم عند ربهم. يعني ولا كما يقول الجواب ولا ليس هذا يعني ليس هذا الجواب. نعم. فقالوا الأنبياء. وكيف لا يؤمنون؟ قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ نعم. فقالوا: يا رسول الله نحن الصحابة. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إيمانا لقوم يأتون من بعدكم. هذه الأمة هذه من أعجب الناس إيمانا. لماذا؟ لقوم يأتون من بعدكم يؤمنون بصحف فيها كتاب، يعني فيها مكتوب، يؤمنون بكل شيء جاء فيها. الله. نحن كيف آمنا؟ ما جاءنا من جاءنا القرآن وجاءت أحاديث السنة، هذه الصحف التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الله. إن أعجب الناس إيمانا لقوم يأتون من بعدكم، يقصد هذه الأمة. تأتيهم صحف فيها كتاب، فيها مكتوب، يقصد صحف القرآن ويقصد فيها السنة وكتب الحديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الكتب صحف فيها مكتوب. يؤمنون بما جاء فيها. نعم. الشاهد بسبب يقينهم، لذلك هذا الحديث عظيم، فيه رقة وعذوبة وفيه أمل وآمال. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يثبت اليقين أمام زوابع الشك العاتية. أي والله. انتهى الوقت. ما انتهى الوقت. اسمعنا اتصال من الشيخ، بارك الله فيك. محمد الجغبير أو الجغبير من عمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ حي الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أغلبك يا شيخ، أنا إجاني ولد قبل شهرين. مبارك الله. نبيت مدر أنه أذبح عشانه وودع لله تعالى. وإحنا نسمع صوته، يعني مبارك. نسمع صوته، بارك الله لك في البواب لك. انا حكيت بدي اوزع لله، بس والله الظروف ما تسمح ليش، يعني هو يبقى النذر معلق في ذمتك، لانه دين اوجبه على نفسه. انت نذرت؟ انا 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 حكيت ان شاء الله بدي اوزع المبلغ، ووجدت عيلتي الله يرحمها قالت بدات تسب خوف. اها، يعني بدون نذر. ما نذرت انت صح؟ انا ما نذرت، عيلتي عندك. خلاص، النذر معلق بالالفاظ، وهو دين اوجبه على نفسه، يبقى في ذمته حتى يتيسر الى حين اليسر. اذا يبقى في ذمتك النذر حتى يتيسر الحال. نعم. لو امي دفعت اي وعندها عارض، لو دفعت ام المال يعني الاعمال كل عمل مالي يجوز فيه النيابه. سمعت استاذ محمد؟ الأعمال المالية يجوز فيها النيابة. بس نعم. عندي سؤال أغلبك. تفضل. نعم. أنا الله محمد. وتواصل على الهواء في الأسئلة. عندي أخوي كبير. أستاذ محمد أغلبك، إذا 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 السؤال خارج موضوع الحلقة، الشباب بيعطوك تليفون الشيخ واحكي معاه تحت الهواء، بارك الله فيك. تفضل شيخ، نحن عشان لأنه يمكن دقيقتين بقي معنا فقط. تكلمنا عند في عند يقين عند أنس ابن مالك، لا، وتكلمنا عن الحديث العجيب، وأعجب الناس إيمانا. نعم. وأعجب الناس إيمانا، أعجب الناس خلقا. قلنا هذا الحديث يثبت اليقين في النفوس أمام زوابع الشك العاتية، وهذا الحديث شهادة تقدير لهذه الأمة. شيخنا، هو يقاربه الحديث إن صح الحديث، نعلم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نعم. يعني هذا أحبابه. أحبابه. نعم. هم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فلذلك هذا حديث عظيم، شهادة تقدير لهذه الأمة. هذا الحديث شهادة تقدير يعني لهذه الأمة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وأختم بها إن بقي وقت، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الإيمان قلب الإسلام ولبه. الإيمان
قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. الله، الأساس. تلاحظوا معي، الإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فصاحبه مدخول. الله، ما معنى مدخول؟ مدخول من الشيطان، مدخول من الشيطان، مدخول من النفس، الذات، مدخول من حظوظ النفس والعياذ بالله، فهو مدخول ومعلول. الله، سبحان الله. أما عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند نعم آل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن العاص وزوجة عمرو بن العاص. الله، عمرو بن العاص الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن العاص من صالح قريش، هذا الذكي الألمعي صاحب اليقين صاحب الدين الذي كان يقول ما شبعت عيني من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص هذه الشخصية الفذة في تاريخ الإسلام، من مفاخر القادة والسادة في سجل التاريخ الإسلامي، عمرو بن العاص حلقة ذهبية في سلسلة المجد والتاريخ لهذه الأمة، الذي نفتخر بهذه الشخصية العظيمة. يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في اليوم الذي أسلم فيه خالد، نعم، في السنة الثامنة للهجرة، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بقدر من الله مع خالد بن الوليد في الطريق، قال لخالد أين يا أبا سفيان، كان يتكلم أين يا أبا سليمان، نعم، كان يتكلم خالد بأبي أبي سليمان، أين يا أبا سليمان، قال لقد استقام الطريق إن الرجل لنبي. الله، جئت لأسلم، قال والله ما جئت إلا لأسلم. الله، خالد وعمر، عمرو بن العاص ومعهم عثمان بن طلحة بن عبد الدار. فلما وصلا المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. إيه الشيخ، الله، يعني بخير بخير رجالها فعلا، والله سادة وقادة فتحوا الدنيا، خالد وعمر، خالد وعمر بن العاص رمتكم مكة رضي الله عنه بأفلاذ كبدها. تقدم خالد فبايع فشهد التوحيد وبايع، تقدم عمر لكنه داهية ذكي، قال يا رسول الله قبل أن أسلم وقبل أن أبايع أشترط أن يغفر ما تقدم لي من ذنب. داهية يعرف البدايات والنهايات، يراقب العواقب، يقول الذنوب التي ارتكبتها تغفر في حرب الإسلام. العاقل الذي يحسب كل شيء، هنا الدهاء، يحسب الصغيرة والكبيرة، يحسب القبل ويحسب البعد. شيخ احنا اقل من دقيقة، انا كنت تجاوزنا الوقت قليلا، يمكن القصة لكن طويلة. بعض الشيء، بارك الله فيك، لعلنا نكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله. الأخضر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لكم، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم مني أنا محمد العودي ومن شيخنا ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.